كلاسيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. علينا بعد ما أدينا أداء اليمين وخذينا ثقة مجلس نواب الشعب، عملنا أول مهمة كحكومة هي التصريح بالمكاسب متاعنا، وهذا واجب، ما هوش حاجة نعمل فيها مزية، هذا قانون وهذا ينطبقه، وهذا رسالة أن من يتحمل المسؤولية في البلاد وفي الشأن العام وعنده المال العام في يده يلزمه يصرح بالمكاسب. نحب نشكر الهيئة اللي وفرت لنا كل الإمكانيات باش تصير العملية بسلاسة، نشكرها برشا على الخدمة اللي تخدم فيها زادة منذ العوام اللي فاتت الكل، وهذه ولات عادة عنا في تونس، وإن شاء الله تزيد تتطور. وإحنا كما قلنا معناتها مكافحة الفساد هي أولوية من أولوياتنا، السياسة الجزائية متاعنا باش تكون مكافحة الفساد فيها هي سياسة الدولة، وهذه اللي باش نبنيو عليها تونس الجديده. والله التصرف في المال العام، الصفقات العموميه، كل رقمنه الاداره، كل ما هو يعني معناتها مراقبه مسالك التوزيع، كل ما يمس، كل ما من شانه انه يمس سواء السير العادي ولا تكافؤ الفرص والا قفه المواطن والا العبث بالمال العام، هذم كلهم باش تكون فيهم السياسه انه نتصداو لكل مشاكل في هذا المجال. قلنا انه الجانب الفساد السياسي ما نجموش نخلقوا حياه ديمقراطيه سياسيه سليمه اذا ما فماش تصدي لكل ما هو فساد سياسي. فساد سياسي سواء من ناحية المال، سواء من ناحية المال اللي جاي من الخارج، وسواء من ناحية المال اللي جاي من الداخل مش في احترام القانون. وقانون الأحزاب يزمو يتطور، احنا عندنا قانون يمكن مش محترم بصفة كبيرة، يزمو يتطور المرسوم ويولي قانون، يزم تمويل الأحزاب باش ما نخليوش أحزابنا ما عندهاش تمويل وتخضع لكل ما هو تمويل ما نعرفوش منين جاي وكيفاش قاعد يتصرف. يلزم كل ما هو قانون يلزم يتطبق، وهذا الكل موجود احنا في القانون، الجمعيات يلزمها تصرح والاحزاب يلزمها تصرح، وهذا الكل يلزم يرجع كأنه مش حاجه استثنائيه، هذه حاجه عاديه. واللي ما يحترمش القانون يقول كيفاش تتعامل مع الدوله، واحنا باش نطبقوا القانون على كل من لا يحترم القانون. اعضاء الحكومه جينا فيهم تقرير من عند سي شوقي، وجانا فيهم تقرير من وزارة الداخلية، يعني قبل ما يدخلوا واليوم صالحوا بمكاسبهم، وبعد ما يخرجوا يلزمهم يعاودوا يصالحوا بمكاسبهم، وهذه حاجة ما هيش هذه حاجة عادية يعني. واللي جايين أنا نجم نأكد لكم اللي أنا نعرفهم جايين من أجل خدمة البلاد وما هيش خدمة رواحهم، وهم آخر حاجة يخموا فيها أنهم يكونوا ويحبوا يعطيوا، بالعكس هم يحبوا يعطيوا الإكزامبل، حبوا يعطيوا الإكزامبل في النزاهة وفي نكران الذات وفي خدمة البلاد، وباش نقاوموا الفساد لازم نكونوا احنا مثال للنزاهة ونعطيوا الإكزامبل، واليوم احنا جينا باش نعطيوا الإكزامبل. ما برنامج تو نشوفوه وندرسوه، وعلى كل حال احنا نمنوا بالمؤسسات هذية وبالهيئات هذية، ان شاء الله نطوروا عملها ونعطيوها كل الإمكانيات باش تزيد في نجاعة عملها. أهم أولوية في قطاع النقل أنه نحسنوا ظروف المواطن اللي كل يوم يأخذ وسائل النقل، وتعرفوا اليوم من أكثر المصالح اللي يتعرض لها المواطن هي النقل، واليوم مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا باش نحسنوا نوعية الخدمة، باش نسهلوا للناس اللي يأخذوا الحافلات واللي يأخذوا طائرات. بكل حال أنا نستشعر ثقل المسؤولية وعازم بحول الله أن نأديوا الأمانة يعني عزم كبير إن شاء الله. حاجة يلزمني نسمع المسؤولين في القطاع، يلزمني نستمع لأكثر ما يمكن من صانعي القرار، من الناس المعنيين
من المتدخلين في القطاع. وعلى كل حال أنا دائما عندي منهج في العمل هو أولا الاستمرارية. يعني ما يلزمش وزير جديد يفسخ العمل القديم ويجيب حاجة جديدة. أول حاجة يلزمني نظم الاستمرارية، ويلزمني نعطي الثقة في الناس اللي قاعدة تخدم في الوزارة. ثانيا يلزمني نسرع في نسق إنجاز المشاريع، لأنه هذيك هي أول توش متاع الوزير. الوزير الأصل هو يعني دوره التسريع في إنجاز المشاريع، هو العمل على أنه المشاريع تنجز في أوقاتها. والحاجة الثالثة هو أني ندرج عمل وزارة النقل ضمن أولويات عمل الحكومة، واللي أعرضها سيد رئيس الحكومة البارحة في مجلس نواب الشعب. بكل حال وزير الدولة هي صفة تسمح بأن يكون للوزير تدخل من أجل إسناد عمل رئيس الحكومة، وخاصة في المسائل الأفقية. وعلى كل حال أنا ما زلت ما تحدثش مع سيد رئيس الحكومة في التفاصيل ماذا تعني يعني هذه الصفة، ولكن كل استعداد على تقديم العون لكافة الزملاء الوزراء، وخاصة أني من القلائل اللي بقاو من الحكومة المتخلية، على أساس أنه ننجح عمل الحكومة ونشتغل كفريق متضامن متكامل موحد. في أقرب وقت سنتفق على مسؤول الحكومة سلوك مختلف الوزراء فيما يتعلق بالتواصل مع وسائل الإعلام. مازلنا ما حسبناش مع السيد رئيس الحكومة عنده توجه في الموضوع هذا. خلينا نبقى في موضوع تصريح بالممتلكات، على الأقل نجم نعود به من التو. نجم نقول لكم فما أوامر ما صدرت، إن شاء الله مدمنا موجودين مع السيد رئيس الحكومة إن شاء الله تصدر تحديد القيمة الدنيا الهدايا اللي تقبل الكل. الجانب يتعلق بنشر الممتلكات، تعرفوا لي أنا الحقيقة بدرت من 2012 بنشر ممتلكاتي، معناها حتى كان ما كانش ينص على القانون. اليوم القانون يقول كون الهيئة بيدا هي اللي تنشر ممتلكات بعض المسؤولين، هذا مازال ما صارش. فما نصوص ناقصين نلتزموا كونوا في أقرب وقت يقع عدد النصوص هذه طبعا وإصدار. هذا هو اللي نجم نعاونوا فيه في مجال اللي اليوم تونس تفتخر به، اللي هو مجال التصريح بالممتلكات. هذا موضوع خدم عليه برشة تونس منهم من 2012 في وقت من الأوقات اقتنعت الحكومة، وربما معناها لسبب أو لآخر على كل حال في سنة 2018 إصدار القانون هذا. أنا نعتقد كونه ببعض سلبياته هو يبقى قانون جيد جدا تفتخر به تونس فيما يتعلق بموضوع التوقي من تضارب مصالح، وفيما يتعلق زادا بالتصريح الممتلكات. السيد منتشر باشا في تونس، مش سر باش نقولوا معنا المشاهدين، مقاومته ما غير مقاومته باش مش نحكي ولا دولة تنجم تقدم. هذا هو النقاش اللي صار مع مختلف الأطراف اللي شكلت الحكومة، أولا من السيد رئيس الحكومة عفوا، وهو بيدو يرى كونه ما نجموش نتطوروا إذا ما قوموش بدورنا في مقاومة الفساد. طبعا هذه خلينا نقولوا ملتوى اللي هي التزام معنا من الحكومة، ما وقعش احترام الالتزام هذه رغم قالته برشا حكومات منذ سنوات. إن شاء الله المرة دي على كل حال نلتزم هذه على كل حال، سبب دخولنا الحكومة كونه تسير مقاومة الفساد خاصة في أعلى سلطة، أو بالأحرى الفساد السياسي، الفساد في الصفقات العمومية اللي هو ينخر معنا المقدرات تاع الإدارة التونسية تاع المالية التونسية تاع الدولة التونسية. هذه من الأولويات إن شاء الله على كل حال. هذه سياسة عامة ما تكونش فقط عند وزير المكلف بالوظيفة هو مقاومة الفساد، وأنا قائم دوري هذا أكيد، باش تكون زادة موجودة على مستوى وزارة العدل، باش تكون زادة موجودة على مستوى وزارة الداخلية، باش تكون موجودة على مستوى سياسة جزائية منصوص عليها الفصل 115 من الدستور، واللي يتحدث عليها السيد رئيس الحكومة في الكلمة نتاعو البارح. وإن شاء الله الناس تكون انتبهت، راهو يحكي على سياسة جزائية زي ما تكون واضحة كونه تجعل من الفساد أو من مقاومة الفساد أولوية من الأولويات، وهذه إن شاء الله اللي يقع التزام بها على كل المستويات، بما في ذلك زادة دورنا نحن في إطار معنا الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد، الهيئة الرقابية، الرقابة زادة على حضور الموظفين. باش نرجعوا شوية راهو مش نرجع مش معناها راهو فاهمين فقط للإصلاح ما يصير كان بحضور الموظفين، أما الحد الأدنى كون يكونوا حاضرين في انتظار كون نعملوا تنظيم، في انتظار كون نحسنوا وضعيتهم. هذيك طبعا وضع صعيب في البلاد، لكن إن شاء الله نوقفوا بلادنا على ساقيها مع بعضنا الناس كلهم، بعد نجموا نحكيوا على أكثر ظروف معناها المالية للموظفين. في انتظار ذلك فما كرامتهم موصانة، ديما نقولها حتى الفترة اللي مريت المرة الأولى، كيما كرامة زاد المواطنين معناها اللي يتعاملوا مع الموظفين زاد لازم تكون موصانة، لازم الزوز يكونوا محترمين، والزوز معناها تصون الدولة كرامتهم وتحميهم وتضمن كونه ما يقعش معناها حتى سوء معناها معاملة في الاتجاهين، خاطر يشكيوا الطرفين. هذه تونس اللي راوها كبداية توا في انتظار كونه طبعا يقع الإعلان على جملة من التصورات وجملة معناها من الإجراءات اللي تهدف كما قلت معناها لإصلاح الوظيفة العمومية، إصلاح الإدارة ككل ومقاومة الفساد. 30 وزير يعني تقريبا معظم أو كل تقريبا الطاقم الحكومي، نظن مازال سالي الحفص إن شاء الله باش يخلط بعد شوية ويكونوا معناها بكلهم طبقوا القانون وصرحوا بمكاسبهم ومصالحهم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وهي على فكرة دي فرصة باش نحييهم باش نتمنوا لهم التوفيق، واعتقد اللي الحركة هذه منهم
لا محالة هي واجب، ولكن في نفس الوقت هي تنم على وعي وتنم على روح مسؤولية اللي لا يمكن إلا نحيهم عليها. لأنه وزير سابق تعرفه يعني مش مشكل، مش مشكل نحن بطبيعة الحال السيبا مش مشكل، وإن شاء الله يجيبها بطاقة تعرف، لكن نحن نعرفه ما نضمن فيه. يعني يكمل التصريح، اي كمل كمل مش مشكلة، نحن ناش فهمت ما حتى مشكلة. وينجم زادة فما معطيات، خاطر نحن نتيحوا لهم أنه إذا كان فما معطى ناقص يكملوا بعد. فما زادة مثلا بعض الإشكاليات اللي تهم الإمضاء متاع القارين الزوجة والزوجة، لأنه يلزم يكون زادة كذلك ويمضي على على التصريح هذوك، زادة بعد يكملوهم فماش مشكل. هو أنه تكون عنا إرادة سياسية حاسمة وقاطعة، لأنه الحقيقة ما نجموش نقولوا راه ما كانتش فما إرادة سياسية كلية، لأنه صارت حتى في الحكومة اللي قبل، صارت زادة حتى في حكومة سي حبيب الصيد. لو نحكيه أنا خدمت مع سي حبيب الصيد وخدمت مع سويس في الشهد، فما أشياء فما إنجازات اللي حقها اللي لا يمكن بطبيعة الحال أن نقوله اللي هي إنجازات سلبية ولا لا يمكن اعتبارها خطوات في مجال مكافحة الفساد. ولكن احنا اللي نطالبوا به كهيئة هو أنه تكون هناك اللي سميناها نحن وصفناها بالإرادة السياسية الحاسمة والقاطعة. اش معناها؟ تكون لا رجوع فيها، وتكون ما فماش خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الوراء، وتكون أنه مثلا كي نعملوا خطوة ولا إنجاز مثلا كما فيما يتعلق بالمجال التشريعي نكملوا للأخر، نعملوا قانون نصدروا الأوامر التطبيقية متاع القانون هذا باش يتطبق، ونحرصوا ونعطيه التعليمات باش القانون هذاك يتفعل وما يبقاش مثلا حبر على ورق، ولا ما يبقاش يعني تحت أحكام بعض اللوبيات المتنفذة في الإدارة ولا في بعض أوساط الأعمال أو. فبالتالي هذا اللي نحكي عليه بالنسبة للإرادة السياسية الحاسمة والقاطعة اللي نحن إن شاء الله الحكومة هذه تقدم فيها. وفي الأخير هو نحن مؤسسة الدولة هي مستمرة، والمهم اللي توا بالنسبة مثلا لأعضاء الحكومة نحن تقريبا كلهم عنا معهم اتفاقية تعاون وشراكة مع وزاراتهم، والاتفاقيات هذه بطبيعة الحال احنا ديما قلنا عديد المرات البعض فيها ماشي بخطى حثيثة والبعض متوسط والبعض ضعيف. فهذه عملية التقييم نحن قمنا بها تقريبا بعد عامين من إمضاء اتفاقية الشراكة والتعاون مع الوزارات تفعيلا للاستراتيجية الوطنية، وهذا باش يكون بطبيعة الحال من أول المحاور وعلى رأس جدول الأعمال بيننا وبين الوزارات الكل والسادة الوزراء في إطار فرق العمل المشترك اللي